ماتش للزمالك وطلائع الجيش، وبما ان يعني الزمالك الفتره دي فريق قوي وناس كتير بتقلق منه، نازلين نشوف توقعات الناس في الشارع ايه. ان شاء الله يخسروا. مين؟ الزمالك. لا انا ما بحبش الزمالك، انا بحب الاهلي ومشجع صميم للاهلي. بس هو طلائع الجيش عامه فريق كويس، فريق المدرب بتاعه كويس وهي فرقه محترمه، والمفروض الزمالك تعمل حساب لكده لان هي ما يستهونوش بالماتش، الماتش تقيل والفرقه طول عمرها كعبايه عاليه على الزمالك. اتنين مقابل لا شيء. اتنين مقابل لا شيء الزمالك ان شاء الله. يعني انت متوقع ان الزمالك يكسب ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. 2-1 نتيجه الزمالك. والزمالك من امتى هو بيكسب اصلا؟ والله كل التوفيق ان شاء الله للناديين الاثنين بيلعبوا كويس وفيهم لعيبه كويسين، ونتمنى ان شاء الله يعني في حاجه كويسه يعملوها. طيب تتوقع الزمالك يكسب ولا؟ والله هو اداء الزمالك كويس يعني الحمد لله، وطلائع الجيش كويس جميل يعني، وان شاء انا صراحه يعني انا اهلاوي فبتمنى الاثنين هم يكسبوا يعني. نكدبش على بعض يعني، ما نكدبش على بعض والحقيقه معروفه يعني. نتيجه الزمالك 2-1. تبقى 2-1 للزمالك. 2-1 للزمالك. الزمالك هيكسب؟ الزمالك هيكسب. انا اهلاوي عامه بس انا بقول لك الزمالك هيكسب، لان الزمالك يعتبر فريق مش قليل، فريق قوي يعني، فريق قوي بالنسبه لطلائع الجيش، والماتشات اللي فاتت بتاعته كويسه، فباين ان هو هيبقى له تاثير فيكسب الماتش. هتبقى 2-1. والله هو يعني الزمالك هو فريق كويس بس هو ما عندوش استقرار، يعني ما عندوش استقرار اداري، بس هو فعلا فريق كويس يعني. انما لو عنده استقرار اداري والمشاكل الماديه بتاعه النادي اتحلت، الزمالك هيبقى في حته ثانيه. على فكره انا بقول الكلام ده وانا اهلاوي، مش يعني مش زملكاوي، بس فعلا الزمالك فرقه كويسه يعني، بس هو عايز استقرار اداري واستقرار مادي. هيبقى نتيجته تبقى شكلها ايه؟ لا هو الزمالك هيكسب. الزمالك هيكسب يعني، ممكن الزمالك يكسب 2-0 يا 2-1، بس هيكسب. بس هيكسب ان شاء الله. 3-1. 3-1 ان شاء الله. الكبير هو لازم احمد سمير يجيب فينا جون النهارده، ده الطبيعي، بس ان شاء الله 3-1. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني طلائع الجيش هيكسب. اجري. طبعا لازم الطلائع يكسب يعني. طب توقعاتك ايه للزمالك؟ الزمالك احسن تيم في مصر حاليا بصراحه، فانا اتوقع ان الزمالك هيكسب 2-1 للزمالك. مع ان انا اهلاوي على فكره.